أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا موظف في الجمارك، وبعض الركاب والخادمات يأتون إلى هذه البلاد. يقول أحسن الله إليكم: أنا موظف في الجمارك، وبعض الركاب والخادمات يأتون. بعض إيش؟ الركاب أحسن الله إليكم. يقول: بعض الركاب والخادمات. الركاب. نعم أحسن. وش يجيب الركاب للجمارك؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: يأتون إلى هذه البلاد ومعهم الإنجيل. يقول: يأتون إلى هذه البلاد ومعهم الإنجيل. يصده الجمارك اللي في المطارات. نعم. يقول أحسن الله إليكم: فهل يجوز لي أن أتركهم يدخلون به إلى هذا البلد؟ حسب التوجيهات التي عندك، تعمل بالتوجيهات التي عندك. فإذا مسكت معهم شيء من الكتب السابقة امسكها عندك وراجع المسؤولين، راجع المسؤولين عنها ماذا يعمل بها. لا تعمل شيء بدون أن يكون فيه نظام صادق ومتبع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة. لكن تمسكها عندك على كل حال، ما تخليها تروح، تمسكها عندك وتراجع المسؤولين ماذا تعمل بها، هل تردها عليه، هل تتلفها، لازم فيه نظام. نعم.